هاي عيني كحلاو انا غرسنا هذا الحقل تاع كليمونتين كليم عربي. الان رانا نركبو في الكوتاكوت نظام التقطير من الترونشي تاع لين كبار نيكرون لين امامكم الترونشي بعد هاي لالين تاع الكوتور هاي امامكم كان ركبوا لالين تاع الكوتور كل لوندو عنده لالين تاعو تاع الكوتور كل لوندو عنده لالين تاع الكوتور هاي امامكم هنا ننصحوا الجماعة يختاروا احسن نوعية تاع الوسائل المستعملة هذو اللي تيوكا يختاروا احسن نوعية في السوق لانه هذا راح يتعرض لعوامل طبيعية كبيرة هذيك العوامل الطبيعية راح تأثر على الصلاحية مدة الصلاحية تاعهم بصح كاين دي مارك عندهم ماركة صحيحة يعني مخدوم على لي نورم اللي تقاوم هذا العوامل الطبيعية هاي أمامكم ودائما استشيروا أصحاب الخبرة قبل ما تشري يعني مش من عمارك تشري ولا كي تروح لبيع هذه الوسائل ما تقولوش بريمير شوا ولا دوزيام ولا تروسيام شوا يعني مش اللي يبيع هو اللي كلاسي هما أصحاب الخبرة يقول لك تشري لامارك لاش تكون هي دوزيام شوا مي هي عن طريق الخبرة ها شوف هنا الفرق هذه كانت قديمة هنا في الجنان شوف كيفاش قاسية وهذه جديدة اللي درناها له شوف كيفاش النوع تاعها كيفاش قابل للطي قابل للكوشي وهذا يعني فيه السر يعني فيه هذا هو السبب اللي يخليه يقدر يقاوم وما يتعرض لعدة عوامل طبيعية يبقى صحيح يعني ها والكلاس مو تاع اللي يبيع هذه الوسائل يقول لك بريمير شوا هو قصده حاجه اللي شراها غاليه هو يقول لك بريمير شوا تسمى شراها هو غاليه عاود يبيعها غاليه يقول اللي شراها رخيصه يقول لك هذه دوزيام شوا هي نو هي البريمير شوا هي اللي كي صاحب الخبره يقول لك شري هذه لامارك هي اللي راح تساعدك وراح تنقص عليك مصاريف راح تنقص عليك تعب هاومين الخدمه مازالهم يحطوا في لين هذوك تاع لي كوتور هاومين ها من بعد نركبوا لي فان و نركبوا لي كود ونجربوها ان شاء الله هاومين الخدمه اللي واللي هي الخدمه هذوك راهم يصرعوا في الطابله امامكم هاوين لوندون بعد الطوند هذا اللي نتاع الكوتور الطوند مليح وتخدم ونخدموها اللي حب استفسار ولا اللي بغى نخدمو له مشروع مليح كيما هذا مرحبا به يعيط في الرقم 06 65 70 86 32 06 65 70 86 32 ومرحبا بكم.